السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباراة يوم الجمعة من بطولة كأس أفريقيا والدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي. طبعا قبل البدء في التوقعات لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو ولنمر إلى التوقعات. والبداية مع المباراة الأولى التي تجمع بين المنتخب السنغالي ومنتخب غينيا. المباراة تجمع بين منتخب السنغال وغينيا. طبعا التوقع الشخصي هو فوز المنتخب السنغالي لأنه أقوى من المنتخب غيني، لا من ناحية اللاعبين لا من ناحية الفنية ومن الإمكانيات، والتوقع هو فوز المنتخب السنغال. المباراة التالية تجمع بين زيمبابوي ومالاوي، منتخبات متكافئة في كل شيء من أداء اللاعبين ومن ناحية الفنية، والتوقعي سوف يكون لصالح زيمبابوي في هذه المباراة. التوقع هو فوز المنتخب زيمبابوي. المباراة التالية تجمع بين جزر القمر والمنتخب المغربي. طبعا كل المؤشرات تشير إلى فوز المنتخب المغربي، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة والفوز الثاني على التوالي. طبعا توقعي هو فوز المنتخب المغربي. المباراة التالية تجمع بين غانا وغابون. طبعا منتخبات كبيرة، منتخبات ذو مستوى عالي في القارة الإفريقية. توقع الشخصي فوز المنتخب الغانا. توقعي وفوز منتخب غانا على الغابون. والمباراة التالية بين كريستال بالاس وبرايتون في البريمير ليج. التوقع لصالح كريستال بالاس. التوقع وفوز نادي كريستال بالاس على برايتون. المباراة التالية تجمع بين نونت ونيس في الدوري الفرنسي. التوقع وفوز نادي نيس لأنه يقدم عروض رائعة في الدوري الفرنسي وهو الترتيب الثاني له. طبعا هذه هي توقعات مباراة يوم الجمعة. لا تنسى الاشتراك ولا ولكن الفيديو سيكون جديد، وإلى اللقاء.